جنسية طفلته ومئات الجرائم ضد الأطفال في خلافات الأزواج؟ هل البعض لم يعد يقدر نعمة الأطفال؟ إنه يستخدم البنت الصغيرة دي كنوع من التأديب لهذه العائلة. كيف يكون تنظيم الأسرة وسيلة لحماية الأطفال الأبرياء؟ استحملي استحملوا علشان العيل ما بنوعيش الاثنين ازاي يتعاملوا معاها. ومن القصص الملهمة فاطمة نظير تكشف كيف وفرت مشاركتها بالأنشطة الجامعية وظيفة لها. ده أنا كنت بسمعه وأنا معدية، هو ما فيش اللي هي في البلد، هي شايفة نفسها ليه؟ مواطن اشترى شقة ثم فوجئ بطليقة البائع تطلب التمكين بالشقة، ماذا يفعل؟ من حقكم لأن انتوا شارين الشقة وقاعدين فيها. ازاي الحال؟ من فترة كده في فيديو اتنشر على الانترنت خضنا خضة فظيعة جدا، في ناس لما شافت الفيديو ده معرفتش تنام. كان لشخص كده مواطن راجل كبير لابس الدولاب كله ومقفز طبعا علشان كانت موجة برد فظيعة، ومعاه بنت صغيرة عمرها أقل من سنة وعمال يعري فيها لدرجة إنه قطع جزء من الهدوم وساب البنت تسحب في الأرض في عز الطينة والبرد. والحقيقة اللي خلانا اتخضينا كلنا ومعرفناش ننام إن إحنا مكناش فاهمين هو ده أبو لهب مثلاً واخد البنت رهينة ولا إيه الموضوع، محدش كان فاهم. لكن اللي ركز في الفيديو ده شوية اكتشفنا إنه هو خير اللهم اجعله خير، ده الأب أبو البنت الصغيرة دي مختلف مع مامتها، والأم غضبانة عند بيت أبوها فرح كده عشان يربي مامتها، خد البنت وعمل الكلام ده. العجيب بقى بعد شوية لما عرفنا تفاصيل أكتر عن القصة إنه الأم دي اتجوزت عندها 17 سنة، فطبعاً متجوزة بورقة عرفي لأن ممنوع الجواز تحت 18 سنة، لا يوثق، مفيش مأذون يقدر يكتب كتاب تحت 18 سنة، فطبعاً اللي اتجوزت 17 سنة دي لازم تتجوز عرفي. ولما حصلت المشاكل العادية اللي بتحصل ما بين أي اتنين متجوزين في أول سنة جواز وما عرفوش يسيطروا على الوضع ولا يلموا الموضوع والبنت غضبت وراحت بيت أبوها وولدت، مرضاش يسجل البنت الصغيرة، وبدأ بقى الفكرة إيه؟ إنه يستخدم البنت الصغيرة دي كنوع من التأديب لهذه العائلة. القصة دي أنا يعني خلاص سبناها للنيابة العامة وبقيت مطمنة تماماً إنه الشخص ده أبو لهب ده هياخد كم من الاتهامات تكفيه شوية حلوين في السجن. بس الحقيقة اللي شغلني هي إن القصة دي مكررة جداً، مش بنفس التفاصيل دي، مش بنفس السيناريو ده، مش بنفس الوحشية دي، لكن الحقيقة بأشكال أخرى. فكرة إننا نبقى مهريين قوي على جواز البنات فنجوزهم أي جوازة وخلاص، ومش مهم نستنى لما يبقى عندهم 18 سنة حتى يعني يدوب يعني يبدأوا يتفتحوا للحياة، لا مش مهم، كلفة الجوازة ولزق البنت في قفا أي راجل وخلاص. لكن الأخطر من كده إن الجوازة المتكلفتة والبنت اللي متجوزة وهي لسه طفلة دي هي اللي عندها إرادة ولا معرفة ولا قدرة على إنها تخطط للمستقبل ولا إنها تعرف إمتى تخلف وإمتى ما تخلفش ولا إنهم يتعرفوا على بعض أصلاً ولا يدوا لنفسهم فرصة إنهم يفهموا بعض. العجيب إن الأسر المصرية مش بس بتبقى مهرية على جواز البنات تلزقهم في أي حاجة، إنما بتبقى مهرية كمان على الخلف، سواء أسرة البنت أو أسرة الولد أو أسرة الست أو أسرة الراجل، يعني مهريين قوي على الخلفة، كأن العيل الأول ده جاي بس إثبات كفاءة، شهادة كده إن الراجل بتاعنا يعني تمام، برغم إن في 100 علامة لإثبات الكفاءة غير إننا نجيب طفل قبل ما نفهم بعض. الحقيقة أغلب القصص الشبيهة بده بتبان من أول يوم، بيبقوا متجوزين مديونين في الغالب لأن يعني الفرش والشقة ويعني كمية الأقساط وديون، ودي مش على الطبقات البسيطة بس، على كل الطبقات بالمناسبة، بيبقوا متجوزين مديونين، حياتهم مربوكة، لسه ما فهموش حاجة في الدنيا، لسه ما فهموش بعض، لسه ما اتطبعوش على طبع بعض، وإذا فجأة كده في النص يطلع لنا حمل. بدل ما نتدخل علشان نحل المشاكل اللي ما بين الاتنين أو نحاول نصلح ما بين الاتنين حديث الجواز دول ونحاول نساعدهم يفهموا بعض، احنا يبقى عندنا قصة بقى ايه برضو مشهورة في الأسر المصرية، قصة ايه؟ استحملي استحملوا علشان العيل، ونقعد نسكن
نسكن في المشاكل اللي احنا بنقابلها طول الوقت ومحدش بيقرب لأصل المشكلة أو حتى ياخد إجراء. الحقيقة فكرة إن حد يتجرأ بهذه الدرجة من القسوة أو العنف ده ما بيجيش فجأة، ولو سمعنا الحدوتة بتاعت أم البنت الصغيرة دي هنعرف برضو إن ده ما بيجيش فجأة، إنه دايماً بيجي بعد الجواز أو ما بين حديث الجواز بيبقى عندنا بعض الخلافات. الخلافات دي ما بنوعيش الاتنين إزاي يتعاملوا معاها، ولو حصل زق ولا شتم ولا قلة قيمة والبنت زعلت نرجعها تاني علشان إيه؟ عشان حامل، أو نرجعها تاني عشان إيه؟ هو إحنا هنخرب البيت؟ اللي إحنا مش واخدين بالنا منه إن إحنا بنخرب البيت فعلا، وهي دي النتيجة الطبيعية لإننا نقبل تطور العنف من إهانة لزق لشتم لضرب لإنها توصل التعامل مع طفلة بالشكل ده. كان عندنا زمان مثل بيقول إيه؟ اربطيه بالعيال. الحقيقة المثل ده مش شغال خالص، لأنه النهاردة بنشوف فيه نسب انفصال عالية في السنة الأولى من الجواز، ونسب الانفصال دي للأسف بيطلعوا يا إما حامل يا إما معاها طفل يا إما يعني خلفت في التسع شهور الأولانيين عشان إثبات الكفاءة وحامل تاني. أنا الحقيقة ببقى هتجنن لما يجي لي حد يشتكي من علاقة سيئة جداً وفي النص فيه طفل. طب إيه؟ ما هو إحنا لا بندي نفسنا فرصة نفهم بعض، ولا بندي نفسنا فرصة إننا حتى نسدد ديون الجوازة، ولا بندي نفسنا فرصة إننا نتبسط، ولا بندي نفسنا فرصة إننا نستمتع حتى بشوية الهدوم وشوية الدلع بتوع الكام شهر الأولانيين. هوب رقع لزق كده شهرين ثلاثة المدام بترجع، هوب رقع لزق كده شهرين ثلاثة عايزين فلوس مش نسدد الاقساط اللي علينا، لا ده احنا عايزين فلوس علشان نتابع مع الدكاترة، هوب رقع لزق كده عايزين فلوس عشان الولادة. وطبعا طول الفترة دي الاتنين بيبقى بينهم مشاكل وشد وجذب، وكل واحد ربنا يقدره بقى في العيلتين، اللي يقعد يقول استحمله واللي يقعد يقول طبطبه واللي ما فيش حد يقرب من الموضوع، واللي كمان احيانا يبقوا حاسين انهم ايه هم جوزوهم وخلصوا منهم بقى، يعني ما تقرفوناش في عشتنا، يعني اقفلوا بقى على نفسكم وما تقرفوناش، وكأن الجواز ده اللي هو يعني خلاص بقى احنا خلصنا منكم. الحقيقة مش كده، احنا محتاجين نفكر تاني في ترتيب اولوياتنا. واحد، اننا ما نجوزش الناس جوازة والسلام، يعني يعرفوا بعض كويس جداً في فترة الخطوبة. اتنين، ما نجوزش البنات وهي عيال صغيرة تحت 18 سنة علشان تقدر تدير الحياة، ويا ريت نخليها تكمل تعليمها تقف على رجليها وتشتغل. تلاتة، ما تستعجلوش على الخلفة غير لما تفهموا بعض، وإن كان عندكم ديون تسددوها، ما عندكوش ديون برضو ما تستعجلوش عشان تفهموا بعض، لأنه في اللحظة اللي أي اتنين لسه متجوزين هما لسه ما تطبعوش على طبع بعض، هما لسه ما فهموش بعض، هما لسه ما حسوش بقيمة الجوازة، هي اللحظة اللي بنبدأ فيها ندخل في دوامة الحمل والترجيع والمتابعة، والولد ولا الراجل يبقى مش طايق نفسه لأنه مش هو ده اللي هو كان يعني عايزه، هو مش متجوز عشان يتسحل السحلة دي، والست تبقى مش طايقة نفسها لأنه مش هو ده اللي شافته في التلفزيون، هي كانت متخيلة كده هتبقى زي حسين فهمي واسمها إيه سعاد حسني في بيت صغير فوق جزيرة لوحدنا والعنب طالع والبحر هلا، عارفين انتوا القصة دي. لا هو شاف اللي هو منتظره البنوتة الحلوة اللي تجنن اللي تهوس اللي تدلعه، ولا هي شافت الراجل اللي هي منتظراه الراجل اللذيذ اللي هيروحوا البحر وريحته هتهل، إنما شافوا إيه؟ شافوا أزمات، وشافوا عدم اتفاق، وشافوا ترجيع، وشافوا حمل، وشافوا عيل. في النهاية يبقى عندهم إحساس إنه عبء على الاتنين، ونشوف المنظر ده اللي الحياة خضنا جداً ولازم يبقى يعني جرس إنذار. أنا بقول تاني، هو قدام منه قدر هائل من الجرائم والنيابة كفيلة بيه، لكن إحنا كمجتمع محتاجين نفكر كويس جدا 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 إننا ناخد بالنا من ولادنا نقف جنب منهم نساعدهم، من بناتنا نقف جنب منهم نساعدهم إنهم ما يوصلوش لمرحلة الجريمة في العلاقة. يعلاقة تمشي بهدوء وباحترام، يا علاقة تبقى بتسريح وإحسان،
وما نطلعش منها بطفل ملوش أي ذنب في الحياة. نهدى كده على نفسنا ونأجل الطفل الأولاني شوية عقبال ما نتعرف على بعض والحياة تبقى أفضل. صح الكلام؟ في قناعة عند أغلبنا إنه العيال بتربط الرجالة. العيال لا بتربط الرجالة ولا بتربط الستات. النهاردة محتاجين نفكر مع بعض إزاي نرتب لحياتنا ونتبسط بالجواز. كلنا بنتمنى الخير لولادنا ولبناتنا، ودايما لما بنتكلم على موضوع ازاي نخطط لحياتنا ولولادنا طول الوقت بنتكلم على فكرة ايه؟ ان نجيب طفلين. انا من كتر التجارب اللي بشوفها لشباب لسه متجوزين وحياتهم باظت بسبب انهم استعجلوا، فانا بقيت يعني مؤمنة جدا ان احنا محتاجين نخطط لحياتنا بان الطفل الاولاني ما يجيش غير واحنا مستعدين له نفسيا وماليا وانسانيا. مش بس اننا نجيب طفلين، لا، امتى نجيب الطفل الاولاني؟ ده سؤال مهم جدا، والا نبقى بنورث لبعض الفقر والبؤس كمان. خلونا نشوف التقرير ده ونتكلم اكتر. الابناء زينة الحياة الدنيا، وجميعا لدينا قناعة أنهم عمدان تدعم العلاقات الزوجية، ولكن ماذا يحدث مؤخرا مع تغيرات الحياة والضغوط الاقتصادية؟ لقد بات السؤال ملحا، هل إنجاب الأبناء مبكرا هو بالفعل حبل رباط الذي يحافظ على استمرار الزواج؟ لقد أثرت تغيرات الحياة إلى درجة أن بعض من الأمهات باتوا يرحلن ويتركن أبناءهن خلف ظهورهن إلى طليق كل منهن من قسوة ما تواجهه كل منهن في سنوات مبكرة من الزواج. وفي البيانات الرسمية بنشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن نسب الطلاق الأكثر تحدث في السنين الأولى من الزواج. وفي دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية، جاء أعلى معدل استمرار الحياة الزوجية بين 4 إلى 5 سنوات، والحالات التي استمر زواجها عاماً واحداً بلغت 20%، أي أن واحدة من كل 5 زيجات تنتهي قبل مرور عام عليها. وبيّنت الدراسات أن أغلب الحالات في الطلاق المبكر لم يشعروا بالندم على قرار الطلاق. فهل ما زال الأطفال حبل الرباط الذي يحافظ على استمرار الزواج؟ كان في مثل لطيف كده أو في قناعة عند أغلبنا إنه العيال بتربط الرجالة. الحقيقة كل الدراسات دلوقتي بتقول إن العيال لا بتربط الرجالة ولا بتربط الستات، لأنه عندنا أعلى نسبة انفصال هي في السنة الأولى، وفي الغالب بيبقى معاهم أطفال برضو. فالقصة النهاردة محتاجين نفكر مع بعض إزاي نرتب لحياتنا ونتبسط بالجوازة. فخلونا نشوف الدراسة دي ونرجع نتكلم مع بعض. نبص على العلم شوية والدراسات الاجتماعية تقول لنا إيه ونرتب حياتنا بطريقة أفضل، بالذات الطفل الأولاني اللي هو خارجين من علقة الجوازة وعايزين نتبسط بالجوازة. فنقرر مع بعض إحنا عايزين نخلف إمتى، وظروفنا تبقى شكلها عامل إزاي، مستعدين نفسيا وإنسانيا واستقرنا واتطبعنا على بعض كده وبقينا فاهمين بعض، ساعتها نجيب طفل نتبسط بيه، مش نعذبه ونتعذب معاه. صح الكلام؟ شوفكوا بعد الفاصل. أول ما تخرجت كان عندها شبكة علاقات ممتازة واشتغلت بمنتهى السهولة. إيه هي حقوقك الزوجية بقى اللي هي المؤخر ونفقت المتعة ونفقت العدة اللي هي 3 شهور؟ النهاردة عايزة أقدم لكم قصة بنت جدعة جداً، ما دخلتش بقى الجامعة كده تلعب وتهنكر ويعني مش مركزة، كانت مركزة جداً في الجامعة إزاي يعني تشتغل في الأنشطة الجامعية وتاخد خبرة وتقوي شخصيتها، وده انعكس عليها إنها أول ما تخرجت كان عندها شبكة علاقات ممتازة واشتغلت بمنتهى السهولة. خلونا نشوف التجربة بتاعت فاطمة ونتعلم منها ونرجع نتكلم تاني. ازيك يا فاطمة؟ اهلا بحضرتك. منورة الدنيا بوجودك. بصي بقى،
كل ما قابل أي بنت في أي محافظة تقعد تقول لي مفيش فرص، مش عارفين نخرج، مش عارفين نروح ولا نيجي. وقابلك أحس إن الدنيا حاجة تانية. إيه بقى؟ بنت الفيوم الجدعة، مدربة ويندو، مدربة حاجات طبية لمرضى الإيدز، مدربة مش عارفة إيه. إيه الحكاية بقى؟ قوليلي أنت بدأتي إزاي والدنيا كانت مقفولة قوي زي البنات ما بتقولي، ولا في إمكانية أننا نزق الباب ونفتح؟ لا طبعاً في إمكانية، والإمكانية بتبدأ من عندنا إحنا. أنا خريجة قديمة شوية، بقالي 11 سنة خريجة 2009، فزقيت على خدمة اجتماعية قضاء وقدر كده. من الترم الثاني في الكلية بدأ كان حظي كويس إن في ناس بدأت تتعرف عليا ويعرضوا عليا إن أنا أشتغل في الأنشطة ونشاط الجولة تحديداً، وإن أنا أدخل في الأسر والكلام ده. فقلت حاجة أشغل بها وقتي وأشوف. فوجئت إن أنا بطلع قدرات فيها أنا مش عارفاها، قواعد الجوالة والقانون الكشفي وحياة المعسكرات في الخلاء والاعتماد على النفس. معسكرات في الخلاء؟ آه. طب وماما في الفيوم أخبارها إيه؟ وافقت إنك تعسكري في الخلاء؟ والله هو كل معسكر كنت بطلعه كان بقصة شكل الواحد، وإن أنا إزاي أقنع ماما، لأن أنا والدي متوفي من 20 سنة، إزاي أقنع أخواتي، مش أخواتي تحديدا، أخويا الأصغر مني ب3 سنين، أنا كنت أكبر حد فأخواتي، فأخويا الأصغر منا ده حضرتك عارفة المجتمع الذكوري، وإن الولد هو اللي يسمع كلامه وكده. طيب وأخوك وافق إنك تباتي في الخلاء؟ وافق يعني بعد محاولات كتير. رشيتي؟ والله مش رشيته، يعني شوية حايل، شوية عيط، شوية توسل، شوية جيب حد يتدخل. كانت حاجات كتيرة كده، ما فيش أي حاجة من اللي أنا وصلت لها بسهولة. لما كنت ترجعي للقرية عندكم في الفيوم، الناس كانت بتقول ايه بقى؟ اللي بقيت برا، اللي مش عارف كتير. ايه بقى؟ انا كنت بسمعه وانا معدية، هو ما فيش اللي هي في البلد، هي شايفة نفسها ليه؟ هي بتعمل ده ليه؟ ده ما فيش حد في البلد عمل زيها كده. عايز اقول لحضرتك ان انا عند مركز الشباب ده في القرية، انا من اول الناس الحمد لله للسيرة الطيبة بتاع والدي ولينا ووضع العيلة وكده، من اول الناس اللي عملت مجموعة كشفية للبنات في البلد، مجموعة مرشدات، والناس كانت البنات كانت بتاجي المركز الشباب عشان خاطر أنا مين وبنتي مين، عشان خاطر الثقة. لكن ما فيش حد بقى كان بيشاور عليك كده ويقول للبنات ما تعملوش زيها؟ لا، كان فيه بيعمل كده وكان فيه بيقول عكس كده. أنا عايز أقولك على حاجة، إن كل الناس اللي كانت بتقول في يوم من الأيام دي غلط وأسلوبها غلط، الناس دي بقت بتفتخر بيا بسبب علاقاتي، وإن أنا بخلص لهم مصالح كتير وحاجات كتيرة والشغل الخير اللي أنا بعمله. فكل دلوقتي بقى يتباهى ان انا بنت البلد، مش ان انا مش الاول انا ما وصلتش لده بسهوله خالص. الاول كان كله ماما، يعني افتكر عياطها كتير في الليالي لما كنا نتاخر. اما يعني مثلا وقت زي وقت الشتاء الساعه 5 ده، يعني المغرب البلد أزل كحل، البلد ما فيش، اخويا الصغير يطلع يستنانا على الطريق بره اما نرجع، وكله يلوم على ماما وخالاتي والجيران، وانت سايباهم ليه كده؟ الصراحه ماما كانت بطل الخفي لكل قصص النجاح اللي احنا وصلنا لها. الشغل والنشاط في الجامعة هو اللي خلاكي بعد كده تشتغلي مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلاكي تدخلي في أنشطة كتير؟ وانا في الجامعة الشباب والرياضة كانت بتعمل أنشطة مشتركة مع الجامعة. أوكي. فكنت بدخل من هنا بشارك مع الشباب والرياضة باسم الجامعة. وبقى عندنا المجموعة الكشفية برا. خلصت الجامعة أخدوني اشتغلت سنة في الإدارة العامة رعاية الشباب في الجامعة، مسكت مشرفة الجوال على مستوى الجامعة على طول كده، على طول، ما عدتش تدوري على وظيفة وترمي السي في وتتحايلي على الناس ولا حصل معي أي حاجة من الحاجات دي خالص. ده ليه بقى؟ علشان إيه؟ هم كانوا عايزين حد من أبناء الفيوم دخل الجامعة ويمسك إدارة الجوالة. أوكي. فكان نصيب إن أنا كنت ماسكة رئيس الفريق لمدة 3 سنين من تانية جامعة لحد الآخر، فشافوا إن أنا عندي القدرات وعندي المجموعة الكشفية بتاعتي وعندي المؤهلات دي. يعني شبكة العلاقات اللي بتعملها الأنشطة الجامعية هي اللي بتفتح السكك بعد كده. بتفتح السكك في كل حاجة. بعدين للأسف يعني اللي حصل معي في الجامعة إن هو كان عقد على ميزانية قوة الأنشطة. فخلص. بس بعدها كملتي؟ اشتغلت في التنمية من 2010. أوكي. لحد النهاردة. من برنامج لبرنامج. بقالي 3 سنين وكم شهر في المجلس القومي للطفولة والأمومة. ما دخلتش المجلس إن أنا منسق ميداني، أنا اشتغلت أخصائية في جمعية 8 شهور. فاطمة، تجربة بتاعتك مهمة لكل بنت صغيرة كل اللي حواليها بيفرملوها. اديها رسالة كده في 30 ثانية، تعمل إيه وتفكر إزاي؟ تعمل إيه وتفكر إزاي؟
يكون عندها هدف، عندها الإصرار، مقتنعة بنفسها، ده أهم حاجة. لو هي قدرت تقتنع بنفسها هتقنع كل اللي حواليها، حتى لو في صعوبات. حتى لو في صعوبات، مفيش حاجة، الحاجة اللي بتجي بسهولة بتروح بسهولة. أهم حاجة السعي والاجتهاد. نورتي، ربنا يخليك. الحقيقة في قصة فاطمة يعني حاجتين حلوين جدا، إن هي ما ضيعتش وقت في الجامعة، كل الأنشطة الجامعية دخلت فيها فتعلمت حاجات، مهارات حياتية ويومية وقوت شخصيتها. الحاجة التانية فكرة العيلة الداعمة، ولو العيلة نفسها قلقانة على البنت شوية إزاي نقدر نقنعهم. علشان كده أنا النماذج دي من البنات بحس إنها قوية جداً، وبتبقى يعني ما يتخافش عليها، هي ضمنة الشغل وضمنة شبكة العلاقات وضمنة المستقبل. فأرجو إن إحنا يعني نتعلم من فاطمة حاجة مفيدة. إحنا عايزين نكمل مع بعض بقى إيه الحتة اللي أنا بحبها، جسر التواصل بيننا، أسئلتكم اللي بتبعتوها لنا طول الوقت وقصصكم اللي بتبعتوها لنا طول الوقت. تعالوا نشوف أول سؤال. حضرتك، أنا تعبت من حياتي مع جوزي، متجوزة من 7 سنوات والمشاكل كل سنة بتزيد وبتوصل للضرب. أنا حالياً معايا طفلة 3 سنين مش عايز يصرف عليها ولا على البيت. أنا عايزة أرفع قضية، خصوصاً إنه بيقول لي إن أنا اللي طالبة الطلاق ومليش حاجة. طيب، في حالات العنف حضرتك تقدري ترفعي دعوة طلاق للضرر وتجيبي 2 شهود على العنف اللي بيحصل وتقدري تطلقي، وفي الحالة دي بتحتفظي بكل حقوقك الزوجية حتى وانت اللي طالبة الطلاق، لأن انت طالباه مكرهة، انت بتتعرضي للخطر، بتتعرضي للضرب. ايه هي حقوقك الزوجيه بقى اللي هي المؤخر ونفقه المتعه اللي هي بتوصل على الاقل لسنتين يعني 24 شهر وممكن اكتر، ونفقه العده اللي هي 3 شهور، وطبعا كل حقوق الطفله محفوظه اللي هي النفقه بتاعتها، مصاريف الدراسه، المكان الاقامه اللي هي شقه للطفله لانه يعني الطفله هتعيش فين، كل الحقوق دي بتضمن مع طلب الطلاق للضرر اللي هو الضرب ده. طيب، لو انت مش عايزه حقوقك الزوجيه تقدري تطلبي الخلع، لانه الخلع هنتنازل عن الحقوق الزوجيه اللي هي المؤخر والعده والمتعه، لكن ملهاش دعوه بحقوق البنت. على فكره دي ملهاش دعوه خالص، الخلع ميزته انه اقصر وما فيهوش استئناف. فحضرتك اللي تقدري تقرري تمشي في انهي طريق، ما فيش حاجه اسمها انك تقبلي عنف او ضرب لا ليكي ولا للبنت تحت أي مبرر، لأنه طول الوقت بنقول العنف بيبدأ بسيط ويتطور لأنه يبقى جريمة كبيرة لا قدر الله. شوف سؤال كمان. اشترينا شقة من 3 سنين وقعدنا فيها، ومبارح جت زوجة البائع وقالت إنها طليقة البائع ومعاها قرار بالتمكين ومعاها ناس من اسم الشرطة، ودونا مهلة لمدة 15 يوم عشان نسلم الشقة، نعمل إيه؟ طيب، هنا قدام مننا سكتين. السكة الأولانية هي التظلم من قرار التمكين، وده من حقكم لأن انتوا شارين الشقة وقاعدين فيها، والنيابة ممكن تسمع ده وتعيد التحقيقات وساعتها تلغي قرار التمكين أو ما تلغيش، ده قرار النيابة والمحكمة. أو إن حضراتكم تسلموها الشقة وترجعوا على اللي باعها لكم بإنه ترفعوا عليه قضية فسخ للعقد وطلب القيمة اللي دفعت زائد التعويض عن الأضرار اللي هي لحقت بيكم بسبب العملة المنيلة دي. لحد هنا وأسئلتنا خلصت، لكن جسر الحب والحوار بيننا عمره ما بيخلص. أشوفكم دايماً بألف خير وبألف عافية.